ده كلام المديرين وتصريحات المديرين الفنيين في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء المباراه، سواء دييجو سيميوني اللي قدم مباراه كبيره امبارح الحقيقه واثبت انه بالفعل يستحق ان يكون من اهم الاسماء في عالم التدريب، وكلام طبعا رانجنيك مدرب المان يونايتد. وانا يمكن بتفق معاه في جزء من الكلام اللي قاله، بس ما اعتقدش ان كل الاسباب اللي علق عليها او السماعات اللي علق عليها خساره اليونايتد ممكن تبقى مقبوله لعشاء المانشستر، وخصوصا انك بتتكلم على اكتر من مليار دولار كانوا موجودين في الملعب امبارح، فشل ان هم يجيبوا هدف وحيد. مليار دولار فيهم اسماء زي كريستيانو رونالدو، زي سانشو، زي ماركوس راشفورد، زي دينسون كافاني، ومن وراهم بوجبا، ومن وراهم دخية، ومن وراهم ماجواير، ومن وراهم ماتا وبرونو فرنانديز. كل دول عجزوا على احراز هدف يتيم، وفين؟ في الاولد ترافورد والمدرجات كامله. العدد اقصاء صعب جدا وقاسي جدا على اليونايتد، مشابه الحقيقه لما حدث في امستردام ما بين بنفيكا وآيكس امستردام. هنتكلم على ماتشات امبارح واكيد النهارده كمان مع ضيفنا صديقي العزيز فاروق عصام، محلل كره عالميه. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا احمد، مبسوط اني معاك النهارده. نور الدنيا. مبسوط اني معاك النهارده، اهلا بيك. ماتشات امبارح الارض لعبت ضد اصحابها، يعني لا امستردام نفعت آيكس ولا مانشستر نفعت اليونايتد. يمكن كانت النتائج كلها خارج التوقعات، خصوصا مباراه مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد، بسبب الحاله اللي عليها اتلتيكو مدريد الموسم ده. طبعا هو فرقه بطل اسبانيا وبيمثل اسبانيا في اوروبا، زي ما احنا عارفين ان دييجو سيميوني مدرب ممتاز جدا في الماتشات الاقصائيه او مباريات دوري خروج مباريات خروج المغلوب. أيوه. على عكس الدوري السنه دي رغم انه متعادل على ارضه، يعني نتيجه برده نوعا ما ما تطمنش، لكن يمكن بعد شويه بعد الحته لما لغوا الهدف بهدفين بقت الحظوظ متساويه. أيوه. مانشستر يونايتد نازل في ملعبه ومطالب بالتسجيل، يعني لانه كان مطالب بالتسجيل. أيوه. لو النتيجه 1-1 في القانون القديم مانشستر يونايتد مش هيبقى مطالب بالتسجيل على ملعبه، فممكن ما يفتحش خطوطه بالشكل اللي احنا شفنا عليه الملعب. لكن نرجع تاني لدييجو سيميوني، هو مدرب ممتاز جدا في المباريات دي وبيعرف كويس يتعب الفرق الكبيره، وشفنا امبارح ضد مانشستر يونايتد ازاي بيلعب بال11 لعيب كلهم ورا الكوره من بدايه المباراه لاخرها، ويمكن المنظومه الدفاعيه بتاعته ما اختلتش، ومانشستر يونايتد تساوى بفرق زي اوساسونا ورايفا، كانوا الفرقتين اللي ما قدروش يسجل اللي قدر يسجل عليهم اتلتيكو مدريد خارج ارضه. فسيميون لعب مباراه دفاعيه بشكل ممتاز جدا، على عكس مانشستر يونايتد اللي كان فيه مبالغه جدا في خروج خط الدفاع للامام، وكان شفنا في لقطه الهدفين اللي جم، في هدف اتلغى في الشوط الاول والهدف الثاني، كان في تقدم زياده عن اللزوم. يمكن فكرنا بدفاع ليفربول الحالي مع يورجن كلوف والهاي لاين اللي معمول من ماجواير اللي هو المدافع البطيء شويه في الارتداد، فلو مش شويه ده بطيء كتير جدا واخطائه انا بستغرب الحقيقه، يعني صفقه بالنسبه لي علامه استفهام كبيره جدا. ده مشكله من مشاكل مانشستر يونايتد في الصفقات والتعاقدات اللي كانت خاطئه منها ماجواير. فانت عندك مدافع بطيء جدا بالشكل ده، ما ينفعش تلعب هاي لاين ودفاع متقدم، لان لو خرج في كوره واتلعبت هجمه تمريره من وراه مش هيقدر يرجع يرد. ولو رجعنا تاني لقطه الهدف هنلاقيها كربونه من اخطاء ماجواير، بيتقدم بشكل مبالغ فيه، بيرجع ارتداد بطيء جدا، بيضطر فاران ودالوت يغطوا مكانه، فبتفتح مساحات كبيره. رينان لودي بيجيب هدف، هو ظهير ايسر، بيجيب هدف من راسيه داخل منطقه الست يارد. طبعا ده يعني احنا جايين نهزر، مهازل دفاعيه في مانشستر يونايتد. بص انا طبعا مع جدا جدا الكره الهجوميه، يعني انا ما بحبش الماتشات اللي مقفوله والفرق اللي بتلجا للدفاع، احب ان كل واحد يلعب جيم مفتوح وتبقى فيها دي متعه الكوره. لكن الحقيقه امبارح انا استمتعت بالكره الدفاعيه اللي بيقدمها دييجو سيميوني مع اتلتيكو مدريد. طبعا يعني اذا حد عايز يعرف ازاي تدافع بفن، ازاي تدافع بجماعيه، بفهم، بتكتيك، ازاي تطلع من حاله الدفاع للهجوم، اتفرج على ماتش امبارح وتتعلم كتير قوي من اتلتيكو مدريد. استحضرني كده تصريح لكيران تريبيير اللاعب السابق في اتلتيكو مدريد اللي انتقل لنيوكاسل، كان خارج قبل المباراه كان في البي بي سي، كان عامل معاه حوار، قال ان دييجو سيميوني مدرب مهووس بكره القدم، بيكلمني وانا نايم بالليل في الفجر ويكلمني على كره القدم ويقول لي انا مطلوب مني اعمل ايه بكره. بقول له طب ما احنا هنيجي ونتقابل في الملعب. لا بيتصل بيه الفجر وهو صاحي الفجر بيفكر في المباراه، فده يدل لك قد ايه هو مدرب فعلا مهووس بكره القدم، وبيقول لك ان هو على خط على الخطوط في المباريات زيه بالظبط زي الحماس اللي موجود عليه في التدريبات، فهو مدرب. تتوقع دييجو سيميوني الموسم الجاي يكون في نادي تاني غير اتلتيكو مدريد؟ والله في كده نبره بتقول ان هو خلاص، يعني في تشبع شويه ما بين اللعيبه في اتلتيكو مدريد وافكار سيميوني، وخصوصا ان هو حاليا اغلى مدرب موجود على مستوى العالم ب 43 مليون في السنه، حتى اغلى من جوارديولا،
وزي ما قلنا قبل كده اتلتيكو مدريد بيستثمر في المدرب ما بيستثمرش في اللعيبه، يعني هو المشروع دايما في الفرق ممكن على لعيبه او مدرب، لكن اتلتيكو مدريد بالنسبه له المشروع هو مشروع دييجو سيميوني اللي بيقدر بفرقه نقدر نقول ما بتنافسش كاسكواد برشلونه وريال مدريد، لكن قدر ياخد منهم 2 لقب دوري وقدر يحط اتلتيكو مدريد على مدار 10 سنوات في القمه، وزي ما هو قال في المؤتمر الصحفي ان اتلتيكو مدريد موجود ضمن افضل 8 فرق في اوروبا. ماتش اياكس وبالنسبه لك وبنفيكا كان نتيجه مقبوله ولا كانت برضو مفاجاه زي المباراه الاولى؟ مفاجاه كبيره. احنا لو استحضرنا لو عرضنا الاحصائيات بتاعه المباراه ولغينا اسماء الفرقتين مستحيل نقول ان الفرقه اللي احصائياتها ب 16 تصويبه على المرمى مثلا هي اللي خسرت مقابل فرقه ثانيه 4 تصويبات منهم. طب ما تيجي نشوف المقارنه في الماتشين ونشوف الارقام بيعكسوا النتيجه اللي انتهت ليها الماتشين ولا لا؟ لا خالص خالص، في الماتشين الارقام ما بتعكسش. نبتدي باليونايتد واتلتيكو. خلينا نبتدي باليونايتد واتلتيكو مدريد. طبعا اتلتيكو مدريد فاز بهدف دون رد، الاستحواذ 60% لمانشستر يونايتد. طبعا كان متوقع ان دييجو سيميوني هم عملوا كل حاجه في الكوره ما عدا احراز الاهداف. كان متوقع ان دييجو سيميوني يسيب الكوره للخصم لانه بيدافع زي ما قلنا بال11 لعيب ورا الكوره. التصويبات على المرمى 11 من مانشستر يونايتد، 5 تصويبات منهم بس على المرمى مقابل 8 تصويبات لاتلتيكو مدريد، 3 منهم على المرمى. انقاذ الحراس 2 منهم 5 الاوبلاك وتصديات عظيمه جدا. عملاق يعني اوبلاك. عملاق كان له دور كبير جدا. يمكن هو المستوى مهتز شويه الموسم ده لكن كان في المباراه امبارح كان رائع بصراحه. من اهم اسباب الفوز تمريرات طبعا نسبه 83% لمانشستر يونايتد 74% لاتلتيكو مدريد. عدد التمريرات قليل جدا من جانب اتلتيكو مدريد مقارنه بمانشستر يونايتد، في اكثر 150 تمريره فرق. المراوغات 64% مراوغات ناجحه لمانشستر يونايتد ومقابل 71%. العرضيات 13% عرضيات وده رقم قليل جدا جدا من مانشستر يونايتد، 3 عرضيات بس اللي ناجحين لمانشستر يونايتد من 23 عرضيه مقابل 63% نجاح لاتلتيكو مدريد منهم العرضيه اللي دخل منها الهدف. الركنيات 5 لمانشستر يونايتد بلا استثمار مقابل 2 لاتلتيكو مدريد. طيب نروح لماتش اياكس امستردام وبنفيكا، وبرده المباراه دي كانت انتهت في البرتغال بنتيجة 2-2 تعادل إيجابي. فكان نوعا ما أياكس على ملعبه يا جماعة فرق أياكس على طول يمشي من عنده مهما يمشي أسماء ونجوم. خدوا كده في الموسمين ثلاثة الأخرانيين كم نجم كبير اتنقل من أياكس أمستردام وراحوا أهم الأندية في أوروبا، وما زالت الحقيقة الفرقة عندها قدرة على إفراز مواهب جديدة. صعب قوي إنك تقبل إنه يخسر من بنفيكا كمان، يعني ممكن أقبل ده إنه يخسر مثلا من سيتي على ملعبه، يخسر من ليفربول على ملعبه، يخسر من بي اس جي على ملعبه، لكن يخسر من بنفيكا على ملعبه وهو متعادل 2-2 كانت برضو واحدة من المفاجآت. نروح لأرقام يا فاروق. بنفيكا قدر يكسب 1-0 برأسيه لداروين نونيز من خطا من الحارس الكاميروني اونانا في للخروج في كره عرضيه. الاستحواذ يعني 31% للفريق الخسران مقابل 69% لاياكس. طبعا عدد التصويبات 16 تصويبه منهم بس 2 على المرمى، ورغم كده الفريق اللي صوب تصويبه واحده على المرمى قدر منها يسجل الهدف الوحيد. انقاذ الحراس ما فيش ولا انقاذ لاياكس، انقاذين لحارس بنفيكا. نسبه التمريرات 84% مقابل 65%. لو شفنا عدد التمريرات 596 تمريرة لأياكس مقابل 277 تمريرة لبنفيكا. مرتين ونص يعني. ده 2.5. يعني تقريبا حوالي 60% من المباراة رايحة للأياكس. المراوغات 48% نسبتها مقابل 33. العرضيات 11 عرضية صحيحة بنسبة 29% لأياكس و57% لبنفيكا. والركنيات 10 ركنيات لأياكس ما قدروش يستغلوهم مقابل 4 ركنيات. ويمكن الماتشات امبارح الاثنين المدربين او ماتشات الدور ثمن النهائي الاثنين المدربين المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد سواء ماوريسيو بوتشيتينو او تنهاج خرجوا من الاثنين باي باي. يمكن سواء شويه لما خرج بوتشيتينو من ريال مدريد ضد ريال مدريد قالوا ان هو استبعد من تدريب مانشستر يونايتد بعد الاخفاق الاخير لان مانشستر يونايتد مش حمل يجيب مدرب بيمر باخفاق، فقالوا تنهاج هو المدرب المرشح. بص هقول لك حاجه، لاحظ كده معايا القصه في بي اس جي مش قصه مدير فني، يعني كان عندهم اوناي امري وفشل ومشي. ده كلام المنتدى ريمونتادا بتاعت برشلونه لما خسروا بخمسه في فرنسا وراحوا كسبوا 6 في برشلونه. توماس توخيل مشي من عند بي اس جي خد الشامبيونز ليج مع كارلو انشيلوتي واحد من انجح المدربين في تاريخ اوروبا وحاليا بوتشيتينو. يعني اعتقد ان القصه عندهم مش قادرين يفهموا انها مش ابدا اسم المدير الفني. هيجيبوا زيدان؟ لا، قصه فيها تفاصيل تانية كتيره جدا ومش قصه اسماء لاعبين برضه يا فاروق.
لا، واي مدرب بيظلم نفسه لو راح درب مجموعه كبيره من النجوم. انا ممكن ادرب فرقه فيها نجم او اتنين نجوم، اه اللي احنا بنتكلم عليهم ميجا ستارز، لكن ما ينفعش ادرب فرقه في كل خط فيه اتنين تلاته ميجا ستارز موجودين. ده بيأثر على، لان احنا شفنا في ضد ريال مدريد في ثلاثي في الامام، قال لك ثلاثي اي دونت كير، اللي هو الثلاثي انا مش مهتم باي حاجه، انا لا بضغط ولا برجع دافع ولا ليا ادوار دفاعيه، والمدرب لم هيطلب من ميسي يدافع. ميسي يعني احنا شفنا الصدمات اللي كانت في البدايه ما بينه وما بين بوتشينو لما خرجوا في مباراه، بوتشينو اتعرض للانتقاد كبير من الصحافه الفرنسيه اللي هي دلوقتي بتنتقد ليونيل ميسي، والجماهير اللي صفرت صفرات استهجان في مباراه بوردو اللي بسبب على نيمار وميسي، على نيمار وميسي، رغم ان هم ما صفروش صفرات الاستهجان دي على امبابي، ودي كانت محاوله منهم لارضاء امبابي ان هو يجدد، لكن هيهات يعني امبابي خلاص اعتقد حسم قراره بالانضمام لريال مدريد. في اخبار عن الصفقات اللي بنعرض تقيل في الميركاتو اللي جاي؟ اكيد الميركاتو اللي جاي فيه صفقات كبيره جدا، يمكن صلاح هو المتصدر المشهد في الميركاتو في انجلترا. برشلونه صفقه صلاح متوقف على صفقه ايرلينج هالاند. النهارده صحيفه السبورت اتكلمت ان تشافي مرحب جدا بانضمام محمد صلاح لبرشلونه، واعتقد صلاح كمان بيحلم باللعب في برشلونه، ولكن الصفقه الاهم بالنسبه لبرشلونه، الصفقه الاهم بالنسبه لاخوان لابورتا هو ايرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند. واعتقد ان برشلونه بعد ما تحدد لها سقف انفاق 144 مليون بس على الرواتب والميزانيه النادي، هيكون صعب جدا تعاقد مع اثنين لعيبه، خصوصا ان صلاح طلب مبلغ كبير جدا. انت عندك معلومه سبوتيفاي؟ لا. طيب برشلونه هتوقع اتفاق تم وانتهى، لكن لم يتم توقيع العقود، لكن اتفاق المعلومه اللي عندي ان اتفاق تم رسمي ان سبوتيفاي هترعى برشلونه في مقابل 231 مليون يورو، فده ممكن يبقى يعني عامل مؤثر جدا وحاسم جدا في صفقه من العائدات زي صفقه صلاح لو فكروا يضموا معاه حد تاني. هو العائدات اللي جايه لبرشلونه مع خوان لابورتا كبيره جدا، لو شفنا لو اتكلم هو خوان لابورتا ان هو هيبيع بارسا ستوديو هيجيب له 350 مليون، ولكن الاتفاقات دي كلها لسه لحد دلوقتي ما توقعتش، فمقابل ده الليجا ما قدرتش تفتح لهم سقف الانفاق، على العكس ريال مدريد اللي سقف الانفاق بتاعه الليجا حددته ب 760 مليون، ففرق كبير جدا ما بينه وما بين برشلونه. ده ممكن يأهل ريال مدريد ان هي تتعاقد مع اثنين لعيبه من العيار الثقيل، كيليان امبابي ده اعتقد ان هو صفقه محسومه بالنسبه لريال مدريد، واللاعب الثاني اعتقد ان هو ما بين روبرت ليفاندوفسكي وايرلينج هالاند، وهتبقى سيزون يعني اعتقد ان هو سيزون قادم صعب جدا. هالاند غالبا بنسبه كبيره جدا في السيتي، يمكن الاعلام الانجليزي رايح لمانشستر سيتي، وحتى والد اللاعب بيختار مانشستر سيتي وهو عايز يلعب في السيتي مع بيب جوارديولا، هو عايز يلعب في انديه كتير. بس انا شايف ان هو هالاند يعني حاليا بيتكلموا ان هو بيختار المشروع وبيختار المدرب قبل الفلوس، لكن واحد معاه وكيل اعمال ومينو رايولا اعتقد ان الفلوس بالنسبه له هتبقى رقم واحد، لان مينو رايولا بيفضل المصلحه الماديه بالنسبه للعيب بتاعه عن المصلحه المشروع الرياضي. فاحنا بنتكلم السيتي هو النادي الوحيد اللي بيقدم الاثنين، اللي بيقدم الاثنين، عايز ده وعايز ده الاثنين موجودين. يمكن بس لو اتحسم موقف بيب جوارديولا من سواء هيجدد او هيكمل مع مانشستر سيتي او هيرحل عن مانشستر سيتي، هي اللي هتحدد بنسبه كبيره جدا ايرلينج هالاند اللي هو برضو عنده حلم اللعب لقطبين الكره الاسبانيه. بس هي ما بين الثلاث انديه مانشستر سيتي ريال مدريد او برشلونه. اسم صلاح مرتبط عايز اقفل صلاح مرتبط بحاجه ثانيه غير بارسا، ولا بارسا هو الاقرب لو ما نجحتش المفاوضات مع الليفر؟ هو صلاح حاليا وكيل اعماله بالتغريدات اللي بيكتبها والتعليقات اللي بيعلقها على تصريحات يورجن كلوب، يمكن بيجذب المهتمين شويه بمحمد صلاح، واعتقد محمد صلاح حاليا كلاعب كوره هو يجذب اي نادي. بس مين انديه على مستوى العالم تقدر تتعاقد مع محمد صلاح؟ مين انديه؟ نستبعد الانديه الايطاليه بشكل كبير طبعا. جدا ما يقدروش على الراتب صلاح طالب، والمانيا برده ما بيدفعوش 500,000 يورو، يمكن المانيا فيش غير بايرن ميونخ، وبايرن ميونخ معروف في عينه اللعيبه اللي بيجيبها مش هيدفع الصفقات. احنا بنتكلم في ريال مدريد او برشلونه، اعتقد النادي اللي هيدخل في صلاح بقوه على حسب حسم صفقه كيليان امبابي هو باريس سان جيرمان. لكن انا لو مكان محمد صلاح، او لو من الاشخاص اللي بيقدروا ينصحوا محمد صلاح، مش هنصحه بالانضمام لباريس سان جيرمان، لان مهما كان باريس سان جيرمان انضم له ليونيل ميسي، لكن ما قدرش باسم ليونيل ميسي وحجم ليونيل ميسي يجذب الجماهير لمتابعه الدوري الفرنسي. السيزون ده بيكتب نهايه حقبه مرحله ميسي ورونالدو؟ يمكن رونالدو مفروض عمليا واقعيا الراجل 37 سنه قدم كل حاجه في الكوره، بقى افضل هداف في تاريخ الكوره، ويمكن هو شفناه امبارح في المباراه بيعمل مجهود بدني، لكن ميسي 34 سنه لعيبه غيره في السن ده، رونالدو في مكانه في السن ده كان بيبدع ويتالق. فميسي غريبه ان هو، بس هو ده كان متوقع من ليونيل ميسي، لان ليونيل ميسي يمكن في التدريبات شويه ما كانش عنده الحده طوال شبابه، ان هو ما كانش عنده الحده اللي هي
تاهله ان هو يقدر يكمل بعمر طويل في الكوره. فاعتقد ان هو خلاص بقى واضح جدا ان هما الاثنين على مستوى الصفه في اوروبا هيبقى صعب جدا الموسم الجاي. الاقرب في حاله رحيل صلاح كبديل جنابري، سمعت انا يعني جنابري من بايرن ميونخ ولاوتارو مارتينيز من الانتر. يمكن اعتقد لو تارو مارتينيز اسم بيطرح من فتره طويله جدا بالنسبه ليورجن كلوب، لكن انا اعتقد ان الاسم اللي قادر ياخد مكان صلاح وبنسبه كبيره قدم نفسه بشكل جيد جدا في مباراته الاولى مع ليفربول هو لويس دياز الجناح الممتاز جدا، الجناح الكولومبي الممتاز جدا، يعني بيقدر يلعب يمين بيقدر يلعب شمال بيقدر يلعب في العمق، هو لاعب مميز جدا. فاعتقد ان هو ليفربول حتى تعاقد معاه عشان مساله تجديد مبابي وتجديد عفوا ساديو ماني وصلاح، لويس دياز شويه كده تهديد صلاح، لويس دياز جاي عشان ساديو ماني. بس هو لو صلاح خرج من ليفربول هو لويس دياز هيقدر مع التعاقد مع اعتقد مع بوين لاعب ويست هام اللي كان المفروض هينضم ليفربول في انتقالات يناير لكن ويست هام ما فرطوش فيه، فهو في الصيف اعتقد صفقه مؤجله بالنسبه لليفربول. هو جناح ممتاز جدا بيقدر يلعب مكان صلاح، لكن الجناح اللي هيبقى اساسي هو لويس دياز. طيب اروح معاك لماتشات النهارده، عندنا مواجهتين في الشامبيونز ليج ومواجهه في الدوري الانجليزي. تعال نبتدي بالشامبيونز ليج سريعا جدا كده، ريال فيا ريال في مواجهه اليوفي والمغضوب عليه تشيلسي، يعني اللي مره واحده يعني يغير الله من حال الى حال. طبعا من حال ده عقود رعايه بتتسحب وعقوبات بتتفرض ومش عارف ايه وصفقات بتتضرب ولاعيبه عايزه تهرب، وتشيلسي في مواجهه ليل الفرنسي في ماتشين في الشامبيونز ليج النهارده. خلينا نتكلم عن تشيلسي اللي بيمر بأزمة غريبة مفاجأة جدا. هو يمكن الأزمة في تشيلسي وجماهيره أنها كانت مفاجأة بالنسبة لهم، قرار الحكومة البريطانية اللي اتاخد من رابطة الدوري الإنجليزي بعزل ملكية الملك الروسي رومان أبراموفيتش من تشيلسي ده. وبعد كده مش يعني هو ما كانش عزل فقط، ده كان عزل وتجميد حسابات بنكيه وصايا وفرض وصايا على النادي، لدرجه ان النادي نفسه عنده ازمه في التنقلات، لدرجه ان المدرب توماس توخيل خرج في مؤتمر صحفي قال انا لو ما قدرتش اوفر طياره اسافر بيها الليل هسافر بالقطر، لو ما قدرتش اسافر بالقطر هاخد عربيه سبعة اسافر ماشي اخد عربيه اقودها انا بنفسي واخد الميكروباص من على الاوتو. ايوه هو قال كده، هو قال كده فعلا، احنا ما بنهزرش، وقال كده لان في تجميد حسابات لنادي تشيلسي وصايا ماليه. لكن رغم كده تشيلسي بيقدم ده كمان ان شركه الملابس الرياضيه اللي بترعى قطعت عقد الرعايه ليها والمعلنين على القميص النادي اعلنوا سحب. ازمه كبيره، واعتقد ان يعني الحكومه البريطانيه او رابطه الدوري الانجليزي لما اتخذت قرار زي ده هياثر بشكل كبير جدا على حجم الاستثمارات بعد كده، لان احنا عارفين ان ملاك الانديه الانجليزيه كلهم اجانب، فلما تاخد قرار بصرامه دي في وقت زي ده وتربك حسابات نادي كبير زي نادي تشيلسي هياثر بعد كده على رجال الاعمال الصينيين، على رجال الاعمال اللي داخلين الامريكان اللي داخلين يشتروا الانديه، خصوصا ان تشيلسي دلوقتي معروض للبيع وفي مهله لحد يوم الجمعه الجاي نشوف الملك الجديد اللي هو بيقال انه في عرض امريكي قوي جدا من جونسون اللي هو وريث عائله جونسون الشهيره في امريكا، وهو كان السفير السابق في انجلترا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه والصديق. سمعت ان في عرض مصري او يعني كانت كده كلام يعني يمكن كان في اكتر من عرض وفي اكتر من كلام، لكن هو العرض الجدي حاليا هو العرض الامريكي لشراء نادي تشيلسي ب 2 مليار. انها ازدواجيه المعايير يا عزيزي ايمن، طبعا يعني طبعا. موقف الحقيقه بيكشف قد ايه في ازدواجيه في المعايير دايما. لا مفيش خلط بين الرياضه والسياسه، واي حد بيعمل تعبير او تصريح او بيعمل اشاره او بيعمل حتى التيشيرت بتاعته دفاعا مثلا على قضيه فلسطينيه بتجد عقوبات وبتجد ناس بتستنكر وبتجد ناس بتشطب وبتمنع، ولكن طبعا يعني لما بيجي لا حاليا مباريات البريمير ليج كلها يعني في تصدير رساله معينه عايزه تتوجه. أيوة. وحتى استوديوهات سكاي واستوديوهات البرامج الشهيره في انجلترا بيتوجه منها رسائل بعيده تماما عن الرياضه، وطبعا دلوقتي ظهر طيب. فيا ريال اليوفي مين اقرب من وجهه نظرك؟ والله اليوفي غريب وعجيب الموسم ده، يعني ممكن مباراه يبقى يكسب ثلاثه واربعه وممكن اغلب المباريات يبقى في مستوى سيء جدا. هو هيتحدد لما نشوف اول 10 دقايق ونشوف شكل يوفنتوس دايما. أوكي. انا في مباراه يوفنتوس الموسم ده بحب اتفرج على بدايه المباراه واقول لك يوفنتوس هيقدر يكسب المباراه دي او مش هيقدر يكسب. مع اليجري المستوى متذبذب جدا، لكن اعتقد ان الفرصه في دوري الابطال انت واجهت فيا ريال ففرصتك ان انت تتاهل مثاليه بالنسبه يعني. وفي مواجهه تشيلسي وليل يمكن نتيجة مريحة في الذهاب 2-0 فرق هدفين بالنسبة لتشيلسي. ليل هيبقى خصم متعب بالنسبة لتشيلسي، احنا اتكلمنا عن ملعبه وجماهيره، جماهير عنيفة جدا في فرنسا ومعروفة، لكن اعتقد تشيلسي هيتأهل يعني. نروح للبريمير ليج، مواجهة منتظرة من فرقتين كبار، حتى وانت راجع مستوى الارسنال في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة يعني،
وانا كنت من في فتره مفكره كنت يعني اي ماتش للارسنال في اي مسابقه لازم اتفرج عليه. كانوا واحد من 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 اكتر الفرق اللي بتقدم كره جيل تييري اونري وبييراس وباتريك فييرا. والسنه دي يبدو انه استعاد جزء من قوته. يعني ارتيتا عامل شغل واصلين اعتقد مركز رابع دلوقتي. مركز رابع واخر اخر خمس مباريات بخمس انتصارات. يمكن المدربين الاسبان اعتقد هم بقى لهم فتره المدربين القادمين في اوروبا. يعني احنا بنتكلم من بدايه كده من بيب جوارديولا بعديه لويس انريكي، اثنين مدربين عظام جدا. شفنا تشافي وافكاره العظيمه جدا في تغيير برشلونه وتغيير الاداء ورجوع برشلونه تاني لقوته وهيمنته على الكوره وعلى الملعب. ارتيتا اثبت بما لا يدع مجالا للشك بصراحه ان هو مدرب قادم وبقوه في 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 عالم الكره الاوروبيه، لانه مسك فرقه بصراحه كاسكواد هي من اضعف الفرق الموجوده في السداسي المتصدر او السداسي القمه في الدوري الانجليزي. حتى بالنسبه لي انا اضعف من سكواد توتنهام او اضعف من قائمه اللعيبه اللي موجوده في توتنهام. لكن هو قدر كان في تذبذب شويه في المستوى الموسم اللي فات، لكن هو قدر الموسم ده يثبت وجوده جدا. قدر يكون فريق من اللعيبه الشابه في حماس في طموح. هيتعب جدا ليفربول النهارده. يمكن ليفربول طبعا مباراه كريستال بالاس ونتيجه مانشستر سيتي وتعثره ضد كريستال بالاس كانت هتزود الدوافع جدا بالنسبه لليفربول ويورجن كلوب، اللي في حاله الفوز هيبقى فارق نقطه واحده مع مانشستر سيتي، وبالنسبه لهم معركه ابريل اللي ما بينهم في ملعب الاتحاد هتبقى شرسه جدا. لكن ارسنال هيبقى خصم صعب جدا، ولكن في مؤخرا كده ليفربول كان بيتفوق على ارسنال بسهوله يعني. وحتى صلاح كان من الفرق المفضله بالنسبه له في الدوري الانجليزي في ارسنال. بس انا اتمنى من صلاح بشكل شخصي في المباراه دي لو في اي كدمه او في اي اصابه ما يشاركش او على الاقل يبقى بديل. لان الماتشين اللي جايين للمنتخب بصراحه ويبعد عن اي احتكاك ده مهم جدا. طبعا كل لاعبتنا الحقيقه سلامتهم من الاصابات في التوقيت الصعب ده. طيب خليك تاخد نفسك شويه تسمح لي اروح طبعا استقبل كابتن احمد سيد كابتن فريق المريخ السابق، هيكون معانا على من خلال مداخله هاتفيه. كابتن احمد مساء الخير واهلا بيك دايما على شاشه الاهلي. مرحبا بك سمير، مرحبا بضيوفك الكرام ومتابعي القناة. اهلا وسهلا. الحمد لله تمام، نحمدك يا رب. يا رب دايما. خليني ابدا معاك سؤالي بالسيناريو المتوقع من وجهه نظرك. مواجهه طبعا مهمه جدا بتجمع بين الاشقاء الاهلي والمريخ السوداني يوم الجمعه اللي جايه. كل فريق بيحتفظ باماله وبطموحاته وباحلام جماهيره في الوصول لابعد نقطه في دور المجموعات. سيناريو بالتاكيد هيكون مختلف عن المواجهه الاولى اللي اتكشفت فيها اوراق الفرقتين لبعضهم البعض. ازاي بتشوف المواجهه دي وايه الاختلافات اللي ممكن نتوقعها في مباراه الجمعه ان شاء الله؟ حقيقه والله يا كابتن احمد، مباراه هي تؤلف بالجسم على الاثنين. الاهلي فريق صديق، فريق بيشقى هذه البطوله يعني على مدار سنين طويله جدا. هو امله اللي بيجي في الموسم هذه البطوله على اساس انه بيشارك طوال في كاس العالم للانديه. المريخ الان يعني في عوامل ممكن تساعد الاهلي انه المريخ بيلعب هذه السنه خارج ارضه، بعيد من جمهوره، بعيد من الوطن. نفتكر انه المباراه ممكن تكون اضافه للاهلي للتخفيف من المريخ بظروف المحبية الان المريخ. ما تعودنا اصلا انه المريخ يلعب خارج الارض. اكد لك تماما انه البطوله دي او المباراه دي لو كان داخل السودان أنا الاهلي هيعاني معاناه شديده. نفس المباراه اللي كانت المباراه الاولى يعني في ملعب السلام، الاهلي عانى ومعاناه شديده جدا. كان المريخ ممكن يعني اقلها كان يطلع بالتعادل، لكن افتكر انه كان في تفريط من الجهاز الفني باخفاق الغيارات ما كان موفقه جدا. فالاهلي قدر تحصل على الثلاثه بونت في ملعب السلام. فبفتكر انه المباراه ما حتكون سهله بالنسبه للاهلي. الاهلي جاي خاطر من صن داون، المريخ خاطر من مد هنا الهلال تقليدي برضو، عنده غابات، عنده طرد، عنده بعض اللاعبين يعني ما كان جاهزين، ما كان في الفورمه. المريخ ما مشارك في الدوري السوداني. الان الاسبوع العاشر في الدوري السوداني المريخ لعب مبارتين بس بالبدله، يكون لاعبين كتار ما اشتركوا في المباراه دي على الدوري المنتخب. ده كله ما بقلل من المريخ ضد الاهلي المصري. انا بفتكر انه المريخ برضه ماشي بطموحاته من هنا. كلام كتير يا كابتن احمد في الفتره الاخيره
أثير حول فكرة عدم تواجد لي كلارك مع الفريق في مباراة الأهلي، كلام على هروبه، نفي الإشاعات دي وإنه راجل موجود وبيدرب الفرقة وهيكون موجود مع الأهلي في مع المريخ في مواجهة الأهلي، تأثير ده وردود الأفعال عندكم في نادي المريخ على الأخبار دي وعلى اللاعبين كمان؟ هو طبعا أيوه، هو كان حصل توصية من رئيس القطاع من الكابتن عادل وجريشة انه وصى انه كان الماتش اللي جاي ده اللي هو مع الاهلي ده كان يمسك المدرب العام او يدير المباراه حصل الظروف للاخ الكبير والاخ العزيز الكابتن ابراهيم حسين ابو بوفاه والدته ربنا يرحمها له الله يرحمها كان متواجد او ما حيتواجد في المباراه القادمه. كان في خلاف بين اعضاء مجلس الاداره على اساس انه يغيلوا المدرب، لكن طلع رئيس النادي وصرح انه المدرب حيكون موجود والمدرب الان في القاهره الان في المعسكر الان عنده حصه تدريبيه الليل الصبح ولا مثل الليل برضه عنده حصه تدريبيه متواجد فيها ويدرب كبارات المريخ التوق والاشكاليه بين القطاع الرياضي وبين مدرب الفريق بما بعد مباراه الاهلي. ما في وقت الان يحصل فيه صراعات انه المدرب ما هرب هو موجود ورئيس القطاع صرح بانه ممكن يمشي، يعني قال ممكن في اي لحظه انه المدرب ده بيمشي لكن انا ما هو زول كابتن كبير كان لاعب المريخ برضه رئيس القطاع فصرح تصريح ناري جدا فقال للمدرب ده انا ما حقدر اخليه يتصرف زي ما داير في المريخ لانه المريخ فيه من امره وقال اجنبي ممكن وقت ما يروح بروح ما في حد يتكلم فهو كان في شد وجذب الحمد لله الان يحتوي الموضوع الان المدرب متواجد مع اللاعبين فصل الموضوع بين اللاعبين وبين الاداره وبين الجهاز الفني الان اللاعبين في اتم الاستعداد الان اللاعبين كامل معسكر المتغير من الفتره السابقه متواجدين وفي قمه جاهزيتهم على اساس انه نادي مباراه يوم الجمعه تليق بسمعه الوطن اول حاجه تليق بسمعه المريخ لانه هم الان يمثلوا الوطن. قصه الحضور الجماهيري كابتن احمد سيد اخيرا وهل تم حسمها وعندك اي معلومات بخصوص فكره حضور جماهيري في المباراه من عدم؟ وانا عارف ان المريخ كان عنده رغبه ان المباراه تقام بدون اي حضور جماهيري، لكن هل في مستجدات؟ هل من الممكن انه يتغير الموضوع في الساعات اللي جايه؟ والله طبعا بتوقف على السلطات المصريه الاخر رئيس النادي يعني اعلن انه مساء امس انه اعلن بانه في 4500 شخص انه بيطالب السلطات المصريه على انه يحضروا المباراه بتاعت المريخ بيكونوا سند للجمهور، انت تعلم تماما انه مصر والسودان اشقاء طبعا كان يعني الجمهور بتوافق كان من لحظه غادر المريخ الان الجمهور بتوافق من مباراه الخرطوم على القاهره لازم لانه خارتين دي المباراه بتاعت العبور بالنسبه للمريخ اذا فقد هذه المباراه حيكون بره المنافسه تماما انه المريخ حيكون بعيد فالناس كلها في هم الاستعداد والان انا بتحدث معك في بعض الاخوه مسافرين الان ماشيين على الظاهر لاساس واحد رئيس النادي حيعلن عن 4500 تذكره او طالب السلطات المصريه يسمح لهم للجمهور. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن احمد سيد كابتن نادي المريخ كابتن فريق المريخ السابق، شكرا جزيلا طبعا على مداخلتك معانا. كل الحقيقه امنيات طيبه للاشقاء السودانيين باقامه طيبه في مصر واعتقد انه يعني دي بلدكم مش هقول تاني الحقيقه لان احنا طول عمرنا بلد واحد. بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله يكون في يعني حظوظ اوفر في مباراه. كنت اتمنى انه الاهلي وفريق السودان يتاهلوا عن المجموعه لكن طبعا قدر الله ما شاء فعل. رايك ايه سريعا فاروق في مباراه الاهلي والمريخ اللي جايه واختلافاتها عن السيناريو المواجهه الاولى؟ يمكن هيبقى في اختلافات كبيره. الاهلي دلوقتي الدفاع عنده زياده شويه خلاص موقفه اتأزم في المجموعه بينافس على مركز واحد كان يعني المباراه الذهاب كان بينافس على المركزين الصداره بنتفائل بالتاني في المجموعات الاهلي ما بيفرقش معاه اول تاني بالعكس الفرقه اللي هتقابل الاهلي هي اللي المفروض تتوتر سواء اول المجموعات بعد كده او الفرقه اي فرقه هتقابل الاهلي هي اللي المفروض تتوتر. الاهلي ما بيتوترش من الموقف ده اعتقد خلاص الاهلي دخل في مرحله ان هو لابد من الفوز في المباراتين القادمتين ولاعيبه الاهلي يعودوا لجماهيرهم ان هم بيبقوا في اوقات الاحتياج الانتصار بيبقوا موجودين دايما. اعتقد ان مباراه سان داونز الاخيره كانت جرس انذار للنادي الاهلي. هكمل معاك كلامي على الاهلي والمريخ بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم في السادسه. طيب في الكلام على الاهلي والمريخ وعلى اختلاف السيناريو في المواجهه اللي جايه كنت لسه يمكن بدردش مع فاروق دلوقتي وقال لي يمكن نقطة أكتر من مهمة خصوصا فيما يتعلق بالثلاثة دايما اللي في نص الملعب
اللي يمكن اتعودنا على مستر موسيماني بيبتدي بيها. يعني السنه اللي فاتت ما افتكرش ماتشات، يمكن باستثناء بعض الماتشات اللي لعبناها بره، ترجي مثلا، الترجي لعبنا بثلاثه في نص الملعب، لكن كانت الاستثناء مش القاعده. لكن يبدو ان مستر موسيماني السنه دي متبني الطريقه دي على انها تبقى القاعده. رايك ايه؟ وخصوصا كمان في ظل انه الثلاثه دول زي ما كنت لسه بتقول لي ما فيش ليهم بديل. هو ما فيش ليهم بديل. لو اتكلمنا على الثنائي عمرو السوليه وحمدي فتحي، طبعا هو الارهاق طايلهم سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي. يمكن مستر موسيماني بيلجا للطريقه دي في الوقت اللي هو بيحتاج فيه للتحفظ شويه والتراجع الدفاعي، ودي محتاجه تقل، لان النادي الاهلي فلسفته على مدار تاريخه ان هو مش نادي ما ينفعش يتراجع، ما ينفعش تقدم بهدف وارجع الاعب ثلاثه في نص الملعب واسيب الكوره للخصم وارجع دافع. الفلسفه دي لازم توصل لمستر موسيماني، ان الاهلي جماهيره حتى لو كسبت 1-0 ما بترضاش. الجماهير الاهلي دايما عايزه هدف واثنين وهدف. فانت ما بتلعب بثلاثه في وسط الملعب، انت بتامن دفاعيا، بس انت تقدر تامن دفاعيا بوجود ثنائي. انت بدات الموسم بشكل جيد جدا في وجود خماسي في خط الدفاع او خطه 3-4-3. شفنا مفاجاه ان هو بدا يغيرها لاربعه، رجع 4-2-3-1، بعد كده 4-3-3. انت بتحتاج حسب الخصم تحط اسلوب اللعب وخطه لعبك، ولكن النادي الاهلي دايما عدد اللعيبه المهاجمين لازم يبقى ازيد من لعيبه وسط الملعب الارتكاز. ما ينفعش العب ثلاث لعيبه بس مهاجمين وثلاث لعيبه في وسط الملعب. انا العب باثنين لعيبه، وخصوصا في المباريات سواء مباراه المريخ او مباراه الهلال، العب باثنين لعيبه في وسط الملعب، سواء بقى نشوف هو هيفاضل ما بين ثلاثي صعب جدا الاختيار ما بينه. انا بصراحه لو مدرب هيبقى بالنسبه لي اختيار اثنين لعيبه ما بين ديانج وحمدي فتحي والسوليه صعب جدا، ويزود لعيب في مركز رقم 10. ده مركز مهم جدا عندنا في مصر. يمكن على مدار تاريخ الكره المصريه المركز ده عدى عليه لعيبه كتير جدا، اسماء كبيره جدا، فهو مركز مهم جدا. اللاعب الناشئ حتى في مرحله الناشئين بيلعب الخطه دي. فالمركز اللعيب رقم 10 هو مهم جدا في الملعب. وحتى قفشه لما بقى يلعب وينج، وحتى شفناه ضد سان داونز لما لعب كوينج شمال او كلاعب متطرف شويه خارج العمق، ما بيبقاش هو قفشه. وحتى احمد عبد القادر ايام سموحه كان لعيب عمق ممتاز جدا. احمد عبد القادر يقدر يدي في الحتتين سواء جناح. وانت ايه رايك في انه ممكن، يعني ممكن في بعض الماتشات، مش بتكلم على ماتش المريخ، ماتش المريخ ليه حساباته تاني، لكن هل ممكن عبد القادر يلعب جنب قفشه في الحته دي في نص؟ يعني بدل ما بنلعب باثنين ديفندرات نقلبهم يبقوا اثنين في 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 اثنين وسط ملعب مهاجمين زي قفشه وعبد القادر، وراهم مثلا نكتفي بديانجا او بحمدي فتحي؟ ده سيناريو وارد ممكن يتعمل؟ وارد طبعا. هقول لك ايه مشكله 4-3، احنا ليه يعني هي مش خطه، هو خطه بتتلعب في اوروبا بشكل جيد جدا. يمكن جوارديولا بيلعب 4-3-3 قريبه من 4-1-4-1، لكن مشكله في مصر هنا لما بتلعب 4-3-3 بتلعب بلعيبه ما عندهمش الكفاءه ان هم يقدموا لك اولا صناعه لعب في منطقه الزون 14 او منطقه صناعه اللعب للمهاجمين. بتلعب بثلاثه ارتكاز، ما بيبقاش عندهم جوده في المراوغات. لكن انت لو لعبت باحمد عبد القادر وقفشه وما بينهم لاعب ارتكاز قوي زي اليو ديانج، هتقدر يبقى عندك تنوع كبير في وسط الملعب، وخصوصا ان انت هيجي عليك مباريات هتحتاج فيها الوضع متازم، الاهلي متعادل، الاهلي محتاج ان هو يسجل، هتضطر ان انت تلعب بارتكاز واحد وقدامه اربع لاعبين وقدامهم راس حربه. ده وارد جدا. فلازم برضو مستر موسيماني زي ما عنده الفلكسبيليتي او المرونه ان هو يجرب خطط كتير، يجرب خطه ان هو يلعب بقفشه واحمد عبد القادر في عمق الملعب معاهم وينجين، سواء بقى بيرسي تاو، لويس ميكسوني او حسين الشحات او طاهر، وقدامهم محمد شريف او حسام حسن. بالمناسبه ده كلام مش مرتبط بالتكتيك وبالكره، كمان مرتبط بالسيزون لسه بيبتدي. احنا بنقول يعني اذا كانت الكره في اوروبا بتفنش على مستوى الدوريات او على مستوى مثلا البطولات القاريه، احنا عندنا الموسم هنا لسه بيبتدي. احنا لسه ما دخلناش في دور الثمانيه في افريقيا، ولسه ما وصلناش للمباراه رقم 11 او 12 في الدوري المحلي. فالموسم طويل، والثلاثه عشان يلعبوا كل الماتشات هيبقى حمل بدني عنيف، وما لهمش كمان بديل لا قدر الله حد غاب انذارين، حد غاب لا قدر الله اصابه، مش هيبقى عندك البديل اللي على نفس المستوى في المراكز دي. فمحتاجين يبقى في دول بالذات في بينهم روتيشن، كل مراكز ثانيه في عندك بديل واثنين تقدر تغير وتقدر تعتمد عليهم، لكن دول بالذات محتاجين ياخدوا نفسهم شويه. خصوصا يا احمد ان انت عندك اللعيب الوحيد اللي يقدر ياخد منهم، اللي كان هيقدر ياخد منهم هو عمار حمدي، وعمار حمدي تعرض لاصابه طويله، وهي دي يمكن اثرت شويه. كان خصوصا في فتره الارهاق اللي هم فيها كان هياخد منهم بشكل كبير. كمان نقطه مهمه جدا اتمنى الاهلي يتفاداها في المباريات القادمه هو تضييع الفرص السهله قدام المرمى.
شفنا قفشه كوره واحده جت في العارضه كان هيقدر ياخد بيها ثلاث نقط ضد الهلال. شفنا حسام حسن بعد نزوله يمكن حسام حسن طالب ان هو ياخد دقايق لعب، لكن جات له كوره في ماتش سان داونز كانت قادر كان ممكن يخلصها. فمهم جدا ان احنا الاهلي يستغل الفرص اللي تحت ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لنجومنا ورجالتنا ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه، وباذن الله الاسبوع ده وفتره الاعداد والراحه اللي خدتها اللعيبه تفرق معانا كتير جدا وتخلينا نرجع مره ثانيه لمستوانا. ولو دخلنا المباراه دي بمستوانا ان شاء الله قادرين نخلص المباراه بمنتهى السهوله. بشكرك يا فاروق، بجريك انا عارف يعني بتطلع من الاستوديو معانا بتنك، بس بنستمتع جدا بوجودك معانا. شكرا يا حبيبي، نورتنا وشرفتنا. مبسوط ان انا كنت معاك النهارده، وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. بشكر حضراتكم على كل خير، نتقابل السبت اللي جاي نبقى بنحتفل بثلاث نقاط مهمه جدا في مشوار الحفاظ على بطوله حققناها 10 مرات ومرتين على التوالي. بشكر حضراتكم على المتابعه وعلى كل خير، دايما نتقابل على شاشه الاهلي.